في الحقيقة كده تعالوا نرجع ورا سنتين أو 3 سنين تقريباً. كان عندنا حلم اللي يكون عندنا مدينة عالمية على يعني غرار كبرى المدن العالمية في العالم، مدينة ترفيهية. النهاردة الحلم بيتحقق، النهاردة الحلم فاضل عليه تكة زي ما بيتقال، لأن بكرة هيكون في حدث استثنائي في مصر، حدث تتوجه ليه أنظار العالم كله، وهو انطلاق مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الأولى 2023. الحدث ده تحديداً بيعتبر هو الحدث الترفيهي الأكبر مش بس في مصر لكن في الشرق الأوسط ككل، وهيكون فيه أقوى الفعاليات. بنتكلم هنا على فعاليات رياضية، بنتكلم على فعاليات غنائية أيضاً، ومسابقات وحفلات موسيقية هيقدمها أشهر وأهم نجوم مصر والوطن العربي. مثلاً المؤتمر الصحفي اللي اتعمل في نورث سكوير في مدينة العالمين تضمن شعار العالم عالمين، ده كان شعار المهرجان اللي هتستمر فعالياته لحد يوم 26 أغسطس ولغاية 44 يوم من هذا التاريخ، ومن المتوقع أنه يستقبل 1,000,000 زائر من جميع أنحاء الوطن العربي في تجربة صيفية ممتعة وفريدة للزوار في مدينة العالمين الساحرة اللي بتمثل إضافة لمظاهر الحياة الثقافية والترفيهية في مصر والشرق الأوسط. في الحقيقة كلنا عارفين أنه أي مدينة ساحلية في العالم فيها أكتيفيتيز كده أو نشاطات مختلفة بتتعمل فيها عشان تجذب السياح. خلينا نقول بقى أيا كان فاشن ديزاينر بيعمل العرض بتاعه هناك، أو مهرجان تسوق، أو أيا كان إيه هو. ففي الحقيقة مدينة العالمين الجديدة هتتضمن حاجات كتيرة قوي أو مختلف النشاطات اللي ممكن تجذب نوع سائح مختلف عن السائح اللي احنا يمكن متعودين عليه. واحنا دايما متعودين يا عبد الصمد انه يمكن مدينة العالمين الجديدة او متعودين ان الساحل الشمالي عامة كان يقتصر فقط على المصريين. النهاردة صحيح، احنا قادرين نشوف مظاهر جذب للسائح بطريقة مختلفة، حتى السائح يكون في مليون سائح او مليون زائر في مهرجان العالمين في نسخته الاولى. بس انت ده حقيقي، ومش بس كده، انت اتكلمتي بس انت على مدينة العالمين. مدينة العالمين دي بتعتبر درة التاج في البحر الأبيض تحديدا، لأن هي الشاطئ بتاعها يعتبر من أروع وأحسن الشاطئ اللي موجودة في العالم. احنا بنتكلم على مية نقية، بنتكلم على عناصر جذب كتيرة قوي موجودة في المنطقة دي اللي حولتها من مجرد مكان كان بيشتغل زي ما قالت بسنت يمكن 3 شهور في السنة كلها، لنهاردة نمط جديد بيضاف للمدينة دي من خلال مدينة العالمين وتواجدها في الساحل الشمالي أو وقع ما بين الساحل الشمالي ومطروح تحديدا. بنتكلم على النمط ده اللي بيخلي الحياة موجودة طول أيام السنة، وهو ده الفكر الجديد اللي بتسعى ليه أو كانت بتسعى ليه مصر. خلاص بقى احنا النهاردة بنتكلم بالماضي شوية، لأن خلاص قطعنا شوط كبير قوي، قدرنا النهاردة اللي احنا يبقى عندنا يعني عدد كبير جدا من دعائم النشاط السياحي اللي موجود في المدينة دي. النهاردة تحولت المدينة ليمكن زي ما شفنا والصور دلوقتي موجودة أمام حضراتكم لمقصد سياحي هام، مش بس مقصد سياحي، بنتكلم على المدينة بتضم كل أنماط وفئات المجتمع المصري تحديدا بكل شرائحه المختلفة. خلاص النهاردة حان الوقت أن ينظر لنا العالم بنظرة مختلفة تماما عن النظرة السابقة. طبعا المهرجان هيشارك فيه أكثر من 40 نجم من نجوم الرياضة على المستوى المحلي والأجنبي، وهيقام فيه كمان سباق ترايثلون، ده غير يعني أو بيعتبر 3 رياضات تانية موجودة كمان بالإضافة لده، هيكون موجودة في فعاليات هذا المهرجان زي السباحة وركوب الدراجات والجري، وكمان هيتم فيه تنظيم عروض للطائرات وبطولة دولية RC للكرة الشاطئية وسباق للسيارات. بنتكلم على أنشطة مختلفة، مش بنتكلم بس على مهرجان غنائي زي ما كنا بنشوف ليالي التلفزيون زمان، لا النهاردة بنشوف مهرجان متكامل يا بسنت، مهرجان فيه ترفيه، في ثقافة، في ندوات فكرية، في ندوات رياضية، في نجوم من دول العالم المختلفة هيكونوا مشاركين أيضا، نجوم رياضة موجودين في هذا الحدث. بنتكلم على حدث بيعتبر مصدر جذب حقيقي لكل أنواع السياحة حقيقي. يعني كمان خليني أزود على الحاجات اللي أنت قلتها ويمكن اتكلمنا عنها في الحلقة امبارح، أنه هيبقى فيه أكتر من
10 من الديزاينرز او الفاشن ديزاينرز العالميين هيكونوا موجودين على ارض مدينه العالمين الجديده في جيت سكي تشالنجرز، في يعني اووردز للعالمين وبما تسمى عالمين اووردز، في حاجات كثيره قوي هتبقى موجوده في المهرجان، لانه زي ما اتكلمنا انه هيبقى 44 يوم، فهيبقى في تنوع في النشاطات المختلفه اللي موجوده في المهرجان. خليني اقول انه كمان في حفلات غنى وموسيقى، ويمكن اعلنوا عن النجمه تامر حسني في حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت، النجمه اليسا، حفل الفنان راغب علامه، النجمه نانسي عجرم، كمان في الفنانه انغام وفرقه كايروكي، وكمان المغني العالمي راس كلنا عارفينه ويعني ناس كتير عارفاه وبتحبه. اعتقد ان التنوع في الفعاليات الفنيه والثقافيه والرياضيه ده هيخلي مدينه العالمين هي حديث العالم كله طول فتره المهرجان. وزي ما اتكلمنا انه في نوع سايح مختلف يعني احنا بنحاول ان احنا نجذبه في هذه المدينه اللي في الحقيقه فيها تطورات كتيره جدا، ويمكن اللي راح مدينه العالمين شاف زي ما كان عبد الصمد بيقول ان هي ما بقتش مدينه بس للصيف، لا مدينه ينفع تقضي فيها باقي فصول السنه. طيب الحاجات دي هتفيدنا بايه؟ في تقرير انا قريته امبارح لقينا فيه انه حوالي 7 مليون سائح زاروا مصر في الربع الاول او النص الاول من السنه، ومصر بتستهدف على 2030 يكون بيزورنا اكتر من 30 مليون سائح. فالنهارده بنتكلم على فرص استثماريه جديده، جذب نوع مختلف من السياح، نمو اقتصادي، فرص عمل، تعزيز النشاط الترفيهي والنشاط الاقتصادي. عندنا حاجات كتيره قوي بنعملها لما بنعمل مهرجانات زي دي، مش بس الناس اللي يعني اللي بتزور الساحل الشمالي او مدينه العالمين هي اللي هتستمتع بهذا التنوع او هذا الاختلاف، لا كمان في نوع سائح مختلف، وخلينا نتكلم عن السائح العربي بالتحديد. صحيح. اللي بيسافر مدن عربيه مختلفه عشان هذا النوع من النشاط الترفيهي خليني اقول والمختلف. فالنهارده في الكره الشاطئيه، الناس اللي بتحب الشاطئ مثلا وبتتجه لهذا النوع من السياحه او الرياضيات موجودة، الحاجات الشاطئية الصبح موجودة، بالليل في حاجات مختلفة هتحصل. فنهاردة مصر لما بتقول أنا على 20-30 أنا عايز أستهدف 30 مليون سائح، أنا لازم يكون عندي تنوع، لازم يكون عندي فيجن أو رؤية. عفوا السائح ده هيكون محتاج إيه؟ فش أعتمد على حاجة واحدة أو على مدينة واحدة أو على السائح اللي بينزل تشارتر على مدينة واحدة ويروح يزور أثار أو أيا كان أو بحر أحمر أو ايا كان ايه هو وبس ويرجع بلده، لا هو هيجي مصر هيقعد يلف شويه كده على المدن المصريه المختلفه، لانه في الاول في الاخر زي ما انت كنت بتتكلم مصر فيها كل حاجه. لا وفكره دلوقتي اللي انت جمعتي كل يعني ما يريده السائح تحديدا او السائح في مكان واحد وهو العالمين الجديده، اعتقد ده بيخليها كمان نوع من انواع يعني مصادر الجذب اللي موجوده للسياح بشكل عام. وهنا بنشجع سياحه محليه، بنشجع سياحه عالميه، وفكره اللي انت تكون موجود يعني او يعني زي ما انت ما قلتي، بس انت بيبقى في يعني ناس من كبرى العاملين في مجال الفاشن ديزاين ده، ناس من المهتمين، وانا عارف ان انت بتهتمي شويه بالحاجات دي خلاص، هتلاقي 40 نجم من نجوم الرياضه سواء كانت المحليه او العالميه. حقيقي. مش بس كده، لا احنا عندنا في مهرجان العالمين بنتكلم على رياضات كتيره قوي، هيكون في يعني ماراثون موجود فيها، بنتكلم كمان على انشطه غنائيه وما ادراكي على حفلات الساحل وليالي الساحل خطيره، بتعيد لنا كده عارفه زي زمان كنا بنتفرج على ليالي التلفزيون، النهارده كنا بنشوف هي فين، لان النهارده بقى عندنا نسخه اكبر، مش بس فن رياضة ثقافة، ندوات فكرية موجودة، عروض مسرحية موجودة، لأن خلاص بقى عندنا في مدينة العالمين خلاص مدينة متكاملة. الحلم النهاردة ظهر للنور والحلم بيتحقق، وخليكم دايما فاكرين أن الأحلام لا تسقط أبدا بالتقادم. نصبح على حضراتكم، صباح الخير يا مصر.